أيها الطلاب، صباح النور. اليوم يعني نحن نقرأ الخصائص والمزايا اللغة العربية. يعني تعد اللغة العربية لغة خالدة، نعم، ولن تنفرز مع مرور الزمن أبدا. حسب دراسة لجامعة برمنغهام أجريت للبحث في بقاء اللغات من عدمه في المستقبل. وتتميز اللغة العربية بالكثير من الميزات التي توجد في لغة الضاد، نعم فقط، ولا توجد في غيرها. توجد في غيرها من اللغات، ويذكر في هذه الميزات الفصاحة والبلاغة والبيان، نعم، وهي أن يخلو الكلام مما يشوبه من تنافر الكلمات، نعم، وزاف التعليف والتعقيد. فهذه ميزة كبيرة للغة العربية، بأنها تتميز بالبيان والفصاحة والبلاغة. والثاني الترادف، وهو أن يدل عدد من الكلمات على نفس المعنى المراد، نعم، والأصوات ودلالتها على المعاني، بمعنى أن يفهم معنى الكلمة بشكل عام أو دقيق من خلال الصوت فقط. وهذه من أهم الميزات الخاصة باللغة العربية كثرة المفردات، أي تزخر اللغة العربية بعدد وافر جدا من المفردات، ولا تحتوي لغة أخرى على عدد أكثر أو يساوي العدد، نعم، الذي تحتويه لغة الضاد، نعم. علم العروض، وهو العلم الذي ينزم أوزان الشعر وبحوره، ويضع القواعد الرئيسية لكتابة الشعر، نعم، مما جعل الشعر العربي وهو الأكثر بلاغة وفصاحة، نتيجة لاتباع أوزان محددة وقواعد رئيسية، نعم. الثبات الحر، من أكبر التحديات التي واجبتها العربية هو ثباتها وانتصارها على عامل الزمن والتطور، في حين أن اللغات الأخرى مثل الإنجليزية قد تطورت واختلفت بشكل كبير عبر الزمن، نعم. التخفيف، هو أن أغلب المفردات في اللغة العربية أصلها ثلاثي، ثم يأتي أصلها الرباعي، ثم الخماسي على الترتيب، نعم، في كثرة انتشاره في أصول المفردات العربية. لغة الابتكار والتجديد، تتميز اللغة العربية بكونها لغة الابتكار والتجديد، فهي تمتاز بقدرتها على التكيف، نعم، والإبداع في مختلف العلوم كالهندسة والجبر والطب والفنون والتجارب العلمية، بإضافة إلى ما وصلت إليه من الإبداع في مجالات الأدب والتأليف، حيث استطاع الكثير من العلماء أن يكتبوا عدة مؤلفات من فنون مختلفة، نعم. ومن أبرز أمثلة هذا النمط كتاب العلامة علي بن إسماعيل بن أبي بكر، عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنهو والقوافي، نعم. العراقة، ما هي العراقة؟ تتميز اللغة العربية بالعراقة، نعم، ومعنى ذلك أنها أقدم اللغات التي لا تزال تتميز بخصائص تراكيبها وصرفها ونحوها، نعم، وأدبها وكذلك خيالها، هذا فضلا عن تمكنها عن تعبير وعن جوانب العلم المختلفة، نعم.
كما تعد أما لمجموعة اللغات العربية التي نشأت في شبه الجزيرة العربية، وهي أيضا أما العربيات والمتمثلة بالحمدية والبابلية والعبرية والعرامية والحبشية واللغات السامية، نعم، والتي ترجع إلى أبناء نوح عليه الصلاة والسلام وهم سام وحام ويافث وغير والكثيرون، نعم. وأكثر اللغات انتشارا اللغة العربية من اللغات العالمية الأكثر انتشارا في العالم، نعم، وتعتبر من إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة. الواصل للغة العربية في تصنيفها كواحد من اللغات التي يسعى العديد من الطلاب إلى دراستها، وخصوصا غير الناطقين بها، من أجل التعرف على جمال كلماتها، نعم، الأصوات، يعني الأصوات من المميزات الأساسية خاصة للغة العربية، نعم، إذ يعتبر نظام النطق فيها من أهم أنظمة الكلام اللغوي، نعم، فيستخدم اللسان والحلق والحنجرة من أجل نطق الحروف وكلمات بناء على أصواتها، نعم. وتقسم الأصوات في اللغة العربية إلى مجموعة من الأقسام، مثل أصوات الإطباق وأصوات الحنجرة وغيرها، نعم. والمفردات هي الكلمات التي تتكون منها اللغة العربية، ويصنف المعجم اللغوي الخاص فيها بأنه من أكثر المعاجم اللغوية الغنية، نعم، بالمفردات والتراكيب، فيحتوي على أكثر من مليون كلمة، نعم، إن شاء الله يعني نستفيد ما هي الخصائص والمزايا للغة العربية في المستقبل إن شاء الله. شكراً.